انا هحكي على مفاجاه كبيره قوي. انا اول ما نزلت في اغنيتين نزلتهم عشان اقول لك ان قوه الايمان باللي انت مقدماه قد ايه. اللي بيكون مؤمن بحاجه وايمانه ما ضعفش فيها ربنا بيكرمه وبينصره. انا نزلت في اغنيتين نزلتهم من شهرين ولقيت التعليقات عليهم وسبتهم اورجانيك، ما عملوش اكتر من 200 300 الف مشاهده، بس لقيت كل التعليقات بتقول ايه؟ ازاي الاغنيه دي مش ترند؟ هو ذوق، الذوق باظ، الدنيا اتدمرت. ايوه فاكتشفت ان انا ناقصني دعايه، صح. فلجأت للتيك توك، ففجأة الاغاني كلها ضربت. يبقى القصه ما كانتش قصه صحيح. ان الناس ذوقها باظ، لا، القصه قصه ان هي ما وصلتش للناس بالشكل الجيد. ان انت لانه خلاص بقى فيه زي ما بنقول بلاتفورم، او بقى فيه بالظبط يعني فيه شكل معين للسوشيال ميديا بالذات. انت كمان بالظبط بتوصل لسن مصر شابة اصلها يا عمرو، يعني كمية قوي. الشباب اللي موجودة في مصر صح كبيرة جدا، ومصر صح الشابة دي لازم توصل لها في كل الاماكن يعني. وصلت لها بقى. فانت وصلت لها بقى. وعلى فكره الناس شافتني بطبيعتي، انا طبيعتي ان انا بهزر، حتى طبيعتي مش بالجد اللي انا طالع بيه دلوقتي على القناه الاولى، لا، انا اكتر من كده تهريج وهزار وكله. بس ان شاء الله نعمل لكم حلقه بقى جامده، يبقى براحتي شويه.